بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام أحدهم في باب العمود والحمد لله رب العالمين. الأخ بان من ألمانيا. ألمانيا التقيته باب العمود ودعوته إلى الإسلام، تحدثت معه قليلا، أعطيته مصحف باللغة الإنجليزية وكتاب باللغة الألمانية، واقتنع بالإسلام الحمد لله، وأراد أن يردد الشهادة عن اقتناع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهلا. 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 أهل